عطر الحب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، ادوب في الحب وصوب وليه وليه على بابه. الرقم 61 لا هو السنة اللي اتولدت فيها أم كلثوم، لأن أصل لحد دلوقتي في اختلاف حوالين السنة اللي اتولدت فيها، ولا هي ماتت عن عمر 61 لأنها بالتأكيد ماتت أكبر من كده بكتير، ولا هو كمان عدد الأغاني اللي قدمتها. طب إيه؟ ده اللي هنعرفه حالا، بس ياريت بعد ما تعرفوا حكايتها مع الرقم 61 تقولولنا في التعليقات يا ترى الرقم ده أنصفها ولا ظلمها. وطبعا قبل ما بنبدأ بنفكركم بالاشتراك في قناة نجوم الغلاف وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. وبينا نبدأ. في أكبر استفتاء لأعظم 200 مغني ومغنية عبر التاريخ قامت به مجلة لورينج ستون الأمريكية، جاءت المطربة المصرية العربية أم كلثوم في المركز 61 ضمن هذه القائمة التي ضمت أفضل المغنيين في العالم، ليس في الوقت الحالي فقط ولكن عبر التاريخ كله. أم كلثوم كانت المطربة المصرية والعربية الوحيدة التي جاء اسمها في هذه القائمة التي ضمت مغنيين من عصور وبلاد مختلفة، واستطاعت فيها أن تسبق الكثير من مشاهير الغناء في العالم مثل مايكل جاكسون وكثيرين غيره. وقد ذكرت المجلة عن أم كلثوم الفائزة بالمرتبة 61 أن صوتها لا يوجد له مثيل في عالم الغناء، ووصفته بالرنان الذي يعبر عن المشاعر والعواطف بسهولة رغم تنوع الموضوعات التي تناولتها في أغانيها، علاوة على قدرتها المذهلة في أداء الألوان الصعبة بسهولة، وكيف أنها تغني أمام الحشود وكأنها شعلة من النار. أما الحب يا روحي علي يا روحي علي. كما أن أغانيها لا يمكن محوها من التاريخ الموسيقي لأنها جزء مهم فيه. في الدنيا ما فيش أبدا أبدا أحلى من الحب. وذكرت المجلة أيضا أن أم كلثوم مثلت روح العالم العربي لعقود طويلة، كما وصفتها بالمغنية العظيمة. أشارت المجلة أيضا إلى أن المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسي استخدمت أغنية أم كلثوم أنت عمري في تصميم جولتها الفنية في 2016. وذكرت المجلة أيضا أن أم كلثوم ليس لها نظير حقيقي بين المطربين في الغرب، وأن وفاتها عام 1975 تسبب في الحزن الشديد للملايين الذين خرجوا خلف جنازتها لتوديعها بدموع العين والقلب، وأن تأثيرها امتد لما هو أبعد من الوطن العربي. يا سلام عن الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. من المعروف أن أم كلثوم لقبها محبوها بالعديد من الألقاب، منها الهرم الرابع لمصر، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق. وقد بدأت رحلتها مع الغناء في سن الطفولة وامتدت شهرتها في مصر والوطن العربي والعالم كله. اللي مليت بالحب حياتي آدي حياتي ليه. عاشت أم كلثوم طفولتها في أسرة فقيرة، تعلمت الغناء من والدها الذي كان يصطحبها إلى الحفلات لتغني معه، وبمرور الأيام بدأت شهرتها تزيد، فتركت قريتها في السنبلاوين لتستقر في القاهرة. صدرت أول أسطوانة غنائية لها في منتصف العشرينيات، وساعد على شهرتها افتتاح الإذاعة المصرية حيث كانت أم كلثوم أول من غنى فيها، ثم أصبحت بعد ذلك أول رئيسة لنقابة الموسيقيين عندما تم تأسيسها في سنة
1943، واستمرت في هذا المنصب لمدة 10 سنوات. الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله. عبر رحلتها مع الغناء قدمت أم كلثوم الكثير من الأغاني التي اشتهرت بشكل كبير، مثل أنا وانت ظلمنا الحب، الحب كده هجرتك يمكن أنسى هواك، انت عمري، ألف ليلة وليلة، الأطلال، فورد الشك، بعيد عنك حياتي عذاب، وأغاني أخرى كثيرة غيرها. من همسة حب لقيتني بحب، لقيتني بحب وأدوب في الحب. ظلت أم كلثوم حتى وفاتها أيقونة لكل المصريين والعرب على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم وعقائدهم، حيث كان الجميع في مصر وكل البلدان العربية يلتفون حول المذياع الخميس الأول من كل شهر لسماع حفلها الشهري، حتى أن الشوارع في تلك الليلة تكون خالية تماما من الناس، فالجميع إما في بيوتهم أو في المقاهي لسماع حفلها الشهري عبر المذياع، كما كان يأتي إليها الأمراء من كل الدول العربية خصوصا لحضور حفلها الشهري الذي كان يشهد زحاما شديدا من محب المطربة أم كلثوم. في شهر نوفمبر سنة 1967 غنت أم كلثوم في حفلتين على مسرح الأولمبيا، أشهر المسارح على الإطلاق في فرنسا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تغني فيها خارج العالم العربي. وفي إحدى هاتين الحفلتين سقطت على المسرح عندما صعد شخص من الجمهور إليها وأصر على تقبيل قدميها. لم تكتفي أم كلثوم بالغناء فقط، ولكنها أيضا خاضت تجربة التمثيل حيث قامت ببطولة 6 أفلام. نالت المطربة أم كلثوم جوائز عديدة ومنحها العديد من الملوك والرؤساء أو سمة بلادهم، لكن يبقى حب الجمهور هو الأهم، لأنه هو الأبقى حتى اليوم رغم رحيلها منذ سنوات طويلة. شيء مش معقول. في يوم الاثنين 3 فبراير سنة 1975 عند 4 مساء توفيت أم كلثوم في القاهرة بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 76 عاما، وكانت جنازتها مهيبة ومن أكبر الجنازات في العالم، إذ قدر عدد المشيعين لها بين 2 إلى 4 ملايين شخص، وخرجت الصحف في كل مكان في العالم تنعي رحيلها وتؤكد أن مشاعر العرب اهتزت من المحيط إلى الخليج بوفاتها. بعد رحيل أم كلثوم تناولت السينما والتلفزيون قصة حياتها التي قدمت في فيلم سينمائي بعنوان كوكب الشرق ومسلسل تلفزيوني بعنوان أم كلثوم. أعزائي المشاهدين، مين هو المطرب أو المطربة اللي كان نفسكم تكون كمان مع أم كلثوم في قائمة أعظم 200 مغني ومغنية عبر التاريخ؟ ياريت تكتبوا لنا ده في التعليقات، وياريت ما تنسوش تشتركوا في قناة نجوم الغلاف وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. أعزائي المشاهدين، بكده بتنتهي حلقتنا النهاردة عن أم كلثوم، وياريت تكتبوا رأيكم في التعليقات وتقولوا لنا ايه انطباعكم عن ام كلثوم وايه اكتر الاغاني اللي بتحبوها لام كلثوم. والى اللقاء.